أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوه الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وزاروا ما باتيا من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم إلى من يسارع وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقساط عند الله وأقوام للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا قاطبا فريحان مطبوضة فإن آمنا بعضكم بعضا فليولد وَالَّذِي تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَقْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.